أنا الشاعر والكاتب أحمد عبد السلام علي محمود، والشهرة أحمد عبد السلام إبني، مواليد 48، من مدينة ديار بنجم. رحت القاهرة في الستينات، أعجبني النظام وشغل السجاد في خان الخليل. بدأت أشتغل في السجاد الجديد والتصليح القديم، فبقت حياتي أشوف الأجانب بيقتنوا التراث بتاعنا. بدأت أغار على تراث بلدي، حتى بدأت أطمع في التراث الأجنبي. فبدأت من السبعينات أشوف أي قطعة بتعجبني أشتريها، كل ما بيجيني قرش ويعجبني حاجة أشتريها، لحد ما عرفوني في القاهرة والجيزة إن أنا غاوي تحف وأنتيكات. حتى الدول العربية، سافرت سوريا، سافرت لبنان، سافرت الأردن، آخر حاجة السعودية. كنت بخش المزادات القديمة، الأسواق القديمة، تعجبني حاجة بشتريها. والحمد لله رب العالمين، من الستينات لحد الآن حتى جمعت التحف والأنتيكات دي، بتعامل معاها أكني بتعامل مع طفل صغير، بتعامل معاها لأن الحاجات دي قديمة، أنا اللي بمسحها بإيدي، أنضفها وأظبطها وأحطها في مكانها، لأن أنا الوحيد اللي حاسس بيها وعارف قيمتها. وولادي بدأوا يعرفوا قيمتي، بس الحس بتاعتي لسه ما بيقدروش. فالحمد لله رب العالمين، نميت رغبتي، وبدأ يعني مش رغبة بس، الحاجة دي بقت في دمي لحد دلوقتي. أنا عمري 72 سنة، لو حد عنده حتة قديمة بيتصل علي بخليه يجيبها وبشتريها منه، بينزلها لي الآن دلوقتي على النت، أقول له خش على صفحتي ووريها، تعجبني بشتريها، ما عجبتنيش ما أخدهاش. مش هفتكر، انا كنت بخش اللي في جيبي كنت بشتري، انا من غير عاشق، المهم اخد القطعه اللي انا شفتها اللي عجبتني، طالما عجبتني الحته خلاص بشتري. احساسي بالقطعه بحس يعني دي قطعه فنيه تاريخ، ببدا اسرح معاه، دي مين اللي عملوه في الوقت ده، اللي اصطنعوها كانوا بيفكروا في ايه، مخهم كان بيروح فين. يعني مش ايه اللي بيبدأ يصنع شيء مش بيصنعها كده على طول، بقعد يفكر زي الشاعر، بقعد افكر عشان ابدأ بشيء ماشي، مجرد دخلت بالمذهب بتاعها المطلع ببدأ ايه اوصل فيه، لان الحاجة دي زي ما قلت لحضرتك بقت في دمي، يعني مش عايز اقولك، يعني اولادي كمان فهموا كده، ممنوع يفرطوا في اي حاجة، ده تراث والأغلبية تراث بلدي، ما أقدرش أفرط فيه، زي ما بكتب شعر بكتب الأغاني الوطنية.